همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نهج البلاغة كتاب علي، أم تقول على علي؟ هل كل ما في هذا الكتاب من خطب ورسائل وكلمات حكمية هي فعلا من الإمام علي، أم أن أحدا ألف خطب الإمام ونسبها إليه؟ وبعبارة أخرى، أن الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه لم يكن صادقا في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام، بل هو الذي ألف الخطب، وهو الذي كتب الرسائل، وهو الذي تقول على الإمام في حكمه. قبل التطرق إلى هذا الموضوع، لا بد من بيان أن التشكيك نوعان: نوع يريد صاحبه أن يصل إلى الحقيقة فيتساءل هل هذا لفلان أم لا، وقصده الوصول إلى الحقيقة إلى الواقع وليس الإسقاط. القصد مو التكذيب، القصد مو إسقاط الطرف، وإنما يريد أن يصل إلى الحقيقة. كما هو الجدال نوعان: جدال من يريد أن يصل إلى الحق، وجدال من يريد أن يثبت أنه على حق ولا يريد الوصول إلى الحق. والجدال الذي هو للوصول إلى الحق مطلوب، والشك في الأمر للوصول إلى الحقيقة أمر موجود. يا ما أناس شككوا في أمور حتى في وجود أنفسهم. الكلمة المعروفة التي قالها الرجل: أنا أشك إذن أنا موجود، كان نتيجة شكه في كل شيء حتى في وجوده. من يقول أن هذه الشمس ليست مجرد خيال، أن هذا الكون مجرد خيال تصور؟ كما أن أحدا ربما يرى في منامه أشياء ولكنها ليست في واقع الأمر موجودة عنده، إلى أن وصل إلى أن هنالك من يشك. حينما يشك في أمر، إذن في شكاك، في شخص مدى يشك، ولا شك من وين إجا؟ قال: أنا أشك إذن أنا موجود. فكان قد شك حتى في وجود نفسه. هنالك من شككوا في التوحيد، وإلى الآن نجد أناساً لا يؤمنون بوجود رب، وهنالك من شككوا في الأنبياء وهل هنالك أشخاصا أرسلهم الله إلى البشر ليبلغوا رسالته وتعاليمه وما يريده منهم. وقالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. من يشك في أمر ولا يحاول أن يدفع شكه باليقين، يعني فقط يطلق حكم عام كله كذب، يعني أنت كذاب. لماذا اتهموا الأنبياء بالكذب؟ لأنهم شككوا في نبوتهم
ولأنه شكك في نبوة النبي قال النبي كذاب، وهي نتيجة طبيعية. لا يريد الوصول إلى الحقيقة، من يريد الوصول إلى الحقيقة ربما يشك، لكنه يبحث لكي يكتشف الحق في هذا الأمر، ولا يطلق أحكام ولا يكذب غيره. الملاحظة الثانية هنا أن نهج البلاغة تعرض للتشكيك مؤخرا، وليس منذ بداية تأليفه وانتشاره بعيد الناس قبل 1035 عام. التشكيك جاء مؤخرا، يعني بعد مرور قريبة 900 سنة بدأ ناس يشككون. السؤال هو التالي: كانت هنالك حكومات تحكم وكلها مخالفة لأهل البيت في زمن الأمويين، في زمن العباسيين، ثم في زمن العثمانيين. كل هذه السنين كانت الحكومات الحاكمة ضد أهل البيت، وعلى رأسهم سيدهم وسيدنا الإمام علي سلام الله عليه. ما سمعنا أنهم يشككون في خطب علي ولا في رسائله ولا في حكمه، ما قاموا يشككون. ومن يأتي بعد 900 سنة ويقول هذا الكتاب متقول على علي وأنه صاحبه قد كذب على أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، لابد أن نسأل: لما لم يشكك أحد ممن سبقك وكانوا مخالفين أيضا لعلي ولم يكونوا من الموافقين؟ الأمر الآخر أننا حينما نقرأ بعض كلمات المنصفين بالنسبة إلى هذا الكتاب نجد أنهم يذعنون للحق، لأنه أنت أحيانا تجي تشوف المحتوى. هذا القرآن حينما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم طالبهم بأن يقرأوا محتوى القرآن، شوف هذا اللي في القرآن صح ولا غلط. ما يجي واحد يجي يسأل النبي يقول: أنا أشك في كتابك لأنه سلسلة السند مو ثابتة عندي. أنت من أخذت القرآن؟ يقول: ينزل علي جبرائيل لا يراه أحد من الناس. الوحي رب العالمين أحيانا يخاطب بعض عباده في ذات عقولهم، منو يشوف؟ النبي شلون كان يستدل بالقرآن على المشركين؟ يقول: اقرأوا. هذه حقائق ولا لا؟ تعالوا اقرأوا عليا كما فعل وكما قال، شوف هذا الكلام يتناسب ويا علي أو ما يتناسب ويا علي، يتناسب ولا ما يتناسب، هذا الكلام حق أو مو حق. أساسا نحن نستدل على نبوة الأنبياء للحقائق التي يكشفونها لنا. يعني النبي يقول: هذا نور، أنا أشوف النور أشوف صح، فصدق النبي. ولذلك حينما سئل الإمام علي: هل عرفت الله بمحمد أم عرفت محمدا بالله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: عرفت محمدا بالله، مو النبي إجا عرفني على الله، وإنما الله عرفني على نبيه، لأن النبي ما قاله رأيته صحيحا وموجود في ضميري وجداني وعقلي، ما يقوله الرجل كل هذا مودع عندي، فرأيته صادقا، هذا صادق. تعالوا اقرأوا نهج البلاغة. خلينا نقرأ بعض أقوال من تحدث عن هذا الكتاب وهم من المنصفين، وكثير منهم ليسوا ممن يسمونهم بالروافض، لا، من علماء السنة والجماعة. ابن أبي الحديد هذا الكاتب القدير أحد علماء السنة المعتزلة يقول: وإني لأطيل التعجب من رجل يخطب في الحرب بكلام يدل على أن طبعه مناسب لطباع الأسود. يوم اللي يتكلم في الحرب كأن أسد يخطب، ثم يخطب في ذلك الموقف
بعينه إذا أراد الموعظة بكلام يدل على أن طبعه مشاكل لطباع الرهبان الذين لم يأكلوا لحما ولم يريقوا دما. وكأنه عيسى بن مريم يوم اللي يتكلم عن الحرب كأنه أسد، يوم اللي يتكلم في الموعظة كأنه عيسى بن مريم. وأقسم بمن تقسم الأمم كلها به، لقد قرأت هذه الخطبة، خطبة رقم 216، منذ 50 سنة وإلى الآن أكثر من 1000 مرة. الرجل أديب، الرجل خطيب، الرجل عالم، يقول من 50 سنة حتى الآن أكثر من 1000 مرة، ويقسم مو بب الله بما تقسم به الأمم كلها، ما قرأتها قط إلا وأحدثت عندي روعة وخوفا وعظة أثرت في قلبي وجيبا، ولا تأملتها إلا تذكرت الموتى. موعظة، هذه الخطبة من خطب مواعظ الإمام علي. ولا تأملتها إلا تذكرت الموتى من أهلي وأقاربي وأرباب ودي، وخيلت في نفسي أنا ذلك الشخص الذي وصف الإمام حاله. تعال اقرأ ناجي البلاغ، ليش تشكك فيه؟ ما يخالف، خليك على شكك بس اقرأ، مو تسقط. الجاحظ، وهو أيضا من الأدباء والعلماء والذين يستشهد بهم وبكلامهم، قال: سمعت النظام يقول علي بن أبي طالب محنة للمتكلم. المتكلمين والخطباء محنتهم، مشكلتهم علي بن أبي طالب. إن وفى حقه غلا، إذا يريد يوفي حق الإمام علي لابد أن يغالي في حقه، ويقول في كلامه: دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. وإن بخسه حقه أساء. والمنزلة الوسطى دقيقة الوزن، صعب. حادة اللسان صعبة الترقي إلا على الحاذق الزكي. مسيحي وهو معروف، وكتابه نشر قبل الحرب العالمية الثانية، وبيع فيه في الغرب أكثر من 1,000,000 نسخة، وإلى الآن ملايين النسخ، وكتابه موجود بجميع اللغات في جميع المكتبات دائما، يعني على مصاف الإنجيل والتوراة. جبران خليل جبران يقول: إن عليا لمن عمالقة الفكر والروح والبيان في كل زمان ومكان. مو مال زمن قديم، مو مال الآن، كل زمان كل مكان عملاق الفكر. طبعا هو لا يؤمن بالوحي بالنسبة إلى علي، والروح والبيان. ميخائيل نعيم يقول: بطولات الإمام ما اقتصرت على ميادين الحرب، فقد كان بطلا في صفاء بصيرته وطهارة وجدانه وسحر بيانه. الشعبي يقول: تكلم أمير المؤمنين علي بتسع كلمات ارتجلهن ارتجالا. أنا كمؤلف أفكر، أطالع، أقرأ، أجلس، أكتب، أغير، أبدل، تطلع الكلمة مثل الكلمات العامية من الناس. لكن الإمام علي تكلم ب3 كلمات ارتجلهن ارتجالا، 9 كلمات. يقول: فقأنا عيون البلاغة. الإمام علي بكلماته هذا طلع عيون البلاغة. وأيتمنا جواهر الحكمة، وقطعنا جميع الأنام عن اللحاق بواحدة منهن. 3 في المناجات، و3 منها في الحكمة، و3 منها في الأدب. الأدب يعني العلاقات العامة والتعامل مع الآخرين. فأما التي في المناجات فقال: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا. العبد عادة دليل، بس يوم اللي أكون عبد إلك أنا عزيز. كفى بي عزا أن أكون لك عبدا
وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. هذه كلماته في المناجات. وأما اللاتي في الحكمة فقال: قيمة كل امرئ مو بماله ولا بملكه ولا بسلطانه، قيمة كل امرئ بما يحسنه. وقال: ما هلك من، ما هلك امرؤ عرف قدره. اللي يعرف قدر نفسه ما يهلك، الناس لا يعرفوا بس هو يعرف نفسه. والمرء، الكلمة الثالثة، مخبوء تحت لسانه. يعني يوم اللي يتكلم يتبين عنده علم لو ما عنده علم، شخصيته شلون. هاي ثلاث كلمات في الحكمة. واللاتي في الأدب فقال: أمن على من شئت تكن أميرة. تريد تكون أمير على واحد؟ أعطي، ساعده. أمن على من شئت تكون أميرة، واستغن عن من شئت تكون نظيرة. رئيس دولة وانت مستغني عنه، انت هو واحد. واحتج الى من شئت تكن اسيرة. هذه كلمات ثلاث. محمد بن عبده من علماء مصر اللي توفي قبل ربما 100 سنة او اقل او اكثر، وهو شارح نهج البلاغة، وهو من علماء الازهر، يقول: جمع الكتاب، يعني نهج البلاغة، ما يمكن ان يعرض الكاتب والخاطبة من أغراض الكلام، فيها الترغيب والتنفير والسياسات والجدليات والحقوق وأصول المدنية وقواعد العدالة والنصائح والمواعظ، فلا يطلب الطالب طلبه إلا ويرى فيه أفضلها. شو تريد؟ عدالة؟ أفضل شيء في كتاب علي أمير المؤمنين. شنو تريد؟ سياسات؟ ترغيب؟ ترهيب؟ أفضلها عند علي. ولا تختلج فكرة إلا وجد فيها أكملها. الأديب المعروف أحمد حسن الزيات المصري يقول: ولا نعلم بعد رسول الله في من سلف وخلف، لا نعلم أفصح من علي في المنطق، ولا أبل منه ريقا في الخطابة. في الخطابة فما رطب دائما، يجيب أجمل شيء، ألطف شيء، يدخل بسرعة فيه. ولا أبل منه ريقا في الخطابة، كان حكيما تنفجر الحكمة من بيانه، وخطيبا تتدفق البلاغة على لسانه، وواعظا ملء السمع والقلب. يوم اللي يتكلم يملأ سمعك وقلبك، ومترسلا بعيد غور الحجة، حجة بعيدة قوية، ومتكلما يضع لسانه حيث شاء. ما في موضوع يتكلم، يعني مواضيع مختلفة يضعها فيأتي بأفضل ما يمكن. وهو بالإجماع، هذا الرجل مو من الروافض، هذا من علماء السنة، من أدباء السنة، يقول: وهو بالإجماع أخطب المسلمين وإمام المنشئين، وخطبه في الحث على الجهاد، ورسائله إلى معاوية، ووصف الطاووس والخفاش والدنيا، وعهده إلى مالك الأشتر النخعي، تعد من معجزات اللسان العربي وبدائع العقل البشري. وما نظن ذلك قد تهيأ له إلا لشدة خلاطه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب نهج البلاغة لا يمكن أن تشك في جزء منه، وإذا آمنت بجزء فلا بد أن تؤمن بالكل. ليش؟ لأن نسق واحد، شكل واحد، ما في اختلاف فيه. مثل القرآن، طبعا القرآن كلام الخالق، لكن كلام الخالق ليس فيه اختلاف، لا في البلاغة ولا في الفصاحة ولا في المعاني ولا في تناقض. يقول الأستاذ الهنداوي: لا نكاد نرى كتابا انفرد
بقطعات مختلفة يجمعها سلك واحد من الشخصية الواحدة والأسلوب الواحد كما نراه في نهج البلاغة. ولذلك نقرر ونكرر أن النهج لا يمكن أن يكون إلا لشخص واحد نفخ فيه نفس واحد، شخص واحد يتكلم في هذا الكلام. هذه بعض الكلمات في نهج البلاغة. خلنا نسمع التشكيك. يقول لطيف في سايت حول الفتاوى، فتاوى عادة في الحلال والحرام وما شابه ذلك، بس هم عندهم فتوى في نهج البلاغ. يقول كتاب نهج البلاغ كتاب مطعون في نسبته لعلي، والأدلة على ذلك كثيرة. تعال اسمع، أنا رح أقرأ كلامه وأرجو منهم أن يقرأوا كلامنا أيضا مثل ما إحنا محايدين، وننقل كلامهم بكل دقة وبدون زيادة أو نقيصة. يقول إن الكتاب جمع بعد وفاة علي بقرابة 4 قرون. شريف الرضي توفي سنة 206، والإمام علي قتل في سنة 40، وليس هناك إسناد متصل بينه وبين علي رضي الله عنه. تشكيك جميل. بعد 400 سنة جاء الشريف الرضي، بينه وبين الإمام علي 400 سنة تقريبا، وين الإسناد؟ 2، اشتماله على كثير من المصطلحات التي لم يكن يتداولها الناس في عهد علي، وإنما عرفت بعد ذلك كالأين والكيف. أين الأين وكيف الكيف، هذه ما كانت معروفة قبل علي. زين، علي ماذا يأخذ من غيره؟ علي منشئ، علي مخترع، علي مبدع. فأنت تشكك في كلامه، بس ما أريد أرد حقيقة، بعدين أريد أرد، بس مبدئيا يشكك لأنه قبل علي هاي الكلمة ما حد عرفها. زين، وبعد علي أكو واحد اخترعها لو ما اخترعها، هم تيجي تقول له شك في كلامك؟ هذا مو إلك، لأن قبلك ما حد تكلم. شنو احنا لازم كلنا لازم نكون ببغاوات، كل كلامنا مساوي لكلام الآخرين؟ بالنتيجة أي إنسان عنده يوم من الأيام إبداع في كلامه، إبداع في شعره، إبداع في أدبه. على كل حال، وكذلك ما فيه من كلمات تجري على ألسنة المتكلمين كالمحسوسات والكل والبعض والصفات الذاتية والجسمانيات. بعدين ألطف شيء، الدليل الآخر اشتماله على مذهب المعتزلة في الصفات، والرافضة قد اعتمدوا على كتب المعتزلة في العقليات، ومن ذلك ما جاء في الكتاب من قول علي وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. يعني توحيد علي هذا يعتبر الدليل على أن الكتاب مو لعلي، توحيد علي بن أبي طالب، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال علامة فقد أخلم. ليش هل عقائد أكون في كتاب نهج البلاغة؟ ليش التوحيد مال نهج البلاغة؟ إذن هذا مو مال علي. إن فيها من السجعة دليل آخر، والتنميق والصناعة اللغوية ما لم يعرف في عصر الخلفاء، ما يعرف، فإذن مو لعلي. ومنهم علي، وإنما عرف بعد ذلك. وكذلك التطويل في الكتاب، فقد ذكر صاحب النهج عهد علي إلى الأشتر في 15 ورقة. يا با هذا الكتاب مو إلك، ليش 400 صفحة إلا لازم يكون صفحتي، وإلا مو إلك. زين، 400 في 15 ورقة، وهذا خلاف المعروف. بعدين إن فيها نسبة ادعاء علم الغيب لعلي، فقد جاء في أنه قال سلوني قبل أن تفقدوني، فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم،
وبين الساعة، ولا عن فئة تهدي مائة وتضل مائة، إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومن آخر ركابها ومحط رحالها، ومن يقتل من أهلها قتلا ومن يموت منهم موتا. هذا معناه الإمام علي يعرف الغيب. يا حبيبي أنا أعرف الغيب، أنا أعرف الغيب، كل كلام النبي غيب، كل كلام القرآن غيب، وأنا أؤمن بالقرآن وأؤمن بكلام النبي. كل مسلم عنده علم الغيب. المسلم ما يؤمن بأنه يوم اللي يموت فإنه لا ينتهي، وأنه ينتقل إلى عالم البرزخ، وأن هنالك يوم القيامة، وأن هنالك جنة ونار، وما في الجنة من الحور العين والقصور والأشجار، وما في النار من عذاب. هذا مو كله غيب؟ يعني إذا واحد ادعى أنه أنا أعرف ما الذي سيجري غدا، تقول هذا كذب لأنه علم الغيب. لا، إذا عرفته من صادق مصدق أؤمن به. علمه رسول الله في جلسة واحدة 1000 باب من العلم، يفتح له من كل باب 1000 باب من العلم، فعرف ما الذي سيجري وتكلم في ذلك. شنو تشكك؟ ما علينا. ثم يقال لماذا يوجد هذا الكم من الخطب في كتب الشيعة من دون أن يكون لها ذكر في كتب السنة؟ يعني إحنا المصوتشي جمعنا كلام الإمام علي، وانتم بطلتوا من علي ما جبتوا كلام، ليش هلقد أكو عند الشيعة من كلام علي؟ لأن الشيعة يتبعون عليا ويؤمنون به ويهتمون بما قال وبما فعل. ولا حتى في كتب الأدب المعروفة أو في كتب الغريب التي اهتمت بتفسير الغريب من كلام رسول الله. ولماذا ينفرد علي بهذا الكم الكبير من الخطب؟ يعني هذا يشبه واحد يقول النبي مو نبي. ليش النبي جايب شيء ما موجود في كتاب التوراة والإنجيل؟ وليش كتاب القرآن أكبر من التوراة والإنجيل؟ هذا استدلال علمائهم. شوف مستوى علمه شلون يستدل. ليش الإمام علي هواي عنده خطب؟ طبعا أنا أقول لك ليش. الإمام علي عاش 63 عام، صلى قبل المسلمين ب7 سنوات مع رسول الله، يعني تأخروا عنه، وعاش مع النبي 33 سنة، وعاش بعد النبي، وحكم البلاد 5 سنوات، وخطب وتكلم وكتب خير، فصار عنده أكثر من غيره. ليش عنده أكثر من غيره؟ فهذا دليل نهج البلاغة مو من الإمام علي. بعدين ينقل كلام ابن تيمية، يقول من أعلام السنة ابن تيمية. خل نسمع لهذا الرجل الذي يسمونه بشيخ الإسلام. طبعا أنا ما أعرف الإسلام هو اللي عينه شيخا، شيخ الإسلام لازم الإسلام يعينه، ولا أقول شيخ المسلمين. شيخ الإسلام يوم اللي يعطيها هاي الصفة يتحول إلى نبي، ما تقدر تناقشه أبدا، كلامه كلام معصوم. يقول فأكثر الخطب، خطب التي ينقلها صاحب نهج البلاغة كذب على علي، فورا كذب على علي. وعلي أجل وأعلى قدرا من أن يتكلم بذلك الكلام. شنو ذاك الكلام؟ كلام الموزين اللي ما عجبكم شنو من علي؟ قرأ المحتوى. ولكن هؤلاء وضعوا أكاذيب وظنوا أنها مدح، فلا هي صدق ولا هي مدح. ومن قال إن كلام علي وغيره من البشر فوق كلام المخلوق فقد أخطأ، وكلام النبي فوق كلامه. طبعا احنا حينما نقول كلام الإمام علي فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق، نستثني النبي والأنبياء، مثل ما نقول الإمام علي أفضل الناس. طبعا مو مقصودنا أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي أفضل الناس. الكلام مو عن القرآن، ما قدر نقارن نهج البلاغة بالقرآن ولا الإمام علي بالنبي ولا كلامه بكلام رسول الله، ونقول أن ما جاء به علي من رسول الله، علمني 1000 باب من العلم هو علمني، والنبي يقول أنا مدينة العلم وعلي بابه. زين. وأيضا في المعاني الصحيحة التي توجد في كلام علي موجودة في كلام غيره. هاي طريقته طبعا الرجل، كلما ذكرت فضيلة لا يمكن إنكارها لعلي قال غيرها هم عنده،
النبي قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. إيه بس النبي يوم قالوا علي بابها وفلان محرابها وفلان سقفها وفلان جدرانها، فشي يوم يزيد. لكن سحبوا النهج وأمثاله، أخذوا كثيرا من كلام الناس فجعلوه من كلام علي. ومنه ما يحكى عن علي أنه تكلم به، ومنه ما هو كلام حق يليق به أن يتكلم. يعني إحنا نتفضل عليكم فنقول إيه يليق هذا الكلام مال علي، لكن هو في نفس الأمر من كلام غيره. هذا الحلو اللي نقول هذا صحيح من علي بن أبي طالب، ترى مو مالته، قسم من عنده كذب، قسم من عنده علي ماخذ من غيره. وصاحب نهج البلاغة يجعله عن علي. وهذه الخطب المنقولة في كتاب نهج البلاغة لو كانت كلها عن علي من كلامه لكانت موجودة قبل هذا المصنف. لو كان هذا الكلام اللي جابه الشريف الرضي موجود صحيح، لازم نشوفه في كتب أخرى قبل نهج البلاغة. ثم يقول منقول عن علي بالأسانيد وبغيرها، فإذا عرف من له خبرة بالمنقولات أن كثيرا منها بل أكثرها لا يعرف قبل هذا، علم أن هذا كذب، وإلا فليبين الناقل لها في أي كتاب ذكر ذلك من ورج. ومن الذي نقله عن علي وما إسناده، وإلا فالدعوة المجردة لا يعجز عنها أحد. ومن كان له خبرة بمعرفة طريقة أهل الحديث ومعرفة الآثار والمنقول بالأسانيد وتبين صدقها من كذبها، علم أن هؤلاء الذين ينقلون مثل هذا عن علي من أبعد الناس على المنقولات والتمييز بين صدقها وكذبها. فنقول أولا أين إسناد هذا النقل، يعني أخذنا بالجرم المشهود، أين إسناد هذا النقل بحيث ينقله ثقة عن ثقة متصلا إليه، وهذا لا يوجد قط، وإنما يوجد مثل هذا في كتاب نهج البلاغة وأمثاله. وأهل العلم يعلمون، طبعا أهل العلم هم، أن أكثر خطب هذا الكتاب مفترات على علي، ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم ولا لها إسناد معروف. فهذا الذي نقلها من أين نقلها؟ ولكن هذا مثل أن أحدا يدعي أنه علوي أو عباسي ولا نعلم أحدا من سلفه ادعى ذلك قط. زين، منع الخليفة الثاني كتابة الحديث عن رسول الله، وبقي هذا المنع 100 عام. الذين نقلوا أحاديث النبي بعد 100 عام كيف نصدقها؟ وكان ممنوعا الكتابة عندهم. بالنسبة إلينا نحن نتبع قوما يقولون روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي. الإمام الرضا حينما يريد أن يذكر حديث سلسلة الذهب وهو كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي، يذكر عن منه دا يذكره، إلى أن يوصل مو إلى النبي، إلى الله، إلى الله إسنده. بالنسبة إلنا نحن نعرف أسانيد أحاديث رسول الله التي بعيدينا، لكن أنتم الذين نقلوا أحاديث النبي بعد 100 عام أين سلسلة الأقاويل هذه؟ 2، في كتابين أسناد نهج البلاغة ومصادر نهج البلاغة يذكر مصادر كل كلمة قالها الإمام علي. يا أخي أحيانا أنا دا أتكلم أريد ألخص، يعني أجيب بدون السلسلة، وهذا ما يفعله ابن تيمية، قال رسول الله يروح فأنا أكذب فورا لأنه ما ذكر عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يوصل للنبي. نهج البلاغة كتاب جمع الشريف الرضي بدون أن يذكر الأسانيد، حتى القرآن الكريم. أنت قل لي هذا القرآن اللي بيدك سنده وين؟ سند هذا القرآن وين؟ تقول النبي قاله، بينك وبين النبي منو؟ هل من الصحيح أن يأتي أحد ويشكك في هذا الكتاب، في قرآن، في الكتاب، كتاب الله، في القرآن، ويقول أنه ما في سند؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، جيب لي السند. ماذا ما في سند؟ فإذا هذا تقول على رسول الله، والنبي تقول على الله بناء على كلامكم.
هذا تقوى. النبي ما جاب السند ماله. أولا نشوف المحتوى، وذكرنا بعض كلمات علماء السنة في محتوى نهج البلاغة. الأمر الثاني، ليش ما تبحث يوم اللي تشك في أسناد نهج البلاغة وفي مصادر نهج البلاغة؟ روح دور شوف. تدرون الذين جمعوا خطب الإمام علي كانوا قبل الشريف الرضي بكثير. أنا أذكر لكم نموذجين. النموذج الأول هو زيد بن وهب الجهني الذي شهد صفين، كان ويا الإمام علي، وقال عنه أنه أول من جمع خطب الإمام عليه السلام، إذ بادر إلى جمع خطب الإمام في زمن الإمام وحياته، وهذا الكتاب يعرف بكتاب الخطب. هذا قبل نهج البلاغة. إسماعيل بن مهران فقد جمع جملة من خطب أمير المؤمنين يعرف أيضا بكتاب الخطب. المؤرخ المسعودي جمع 483 خطبة، بينما في نهج البلاغة نصف هذا المقدار من خطب الإمام علي. هذا الرجل جمع قبل نهج البلاغة، جمعه. الأسانيد موجودة في كل مكان، بس يوم اللي أنت ما تريد تطلق حكم عام كذب خلاص. ليش؟ شريف الرضي يشرف العشرات. شريف الرضي رجل صالح مؤمن صادق. الشريف الرضي نقيب العلويين. الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه يؤمن بأن الإمام علي وصي رسول الله وأنه معصوم، ولد على ذلك ومات على ذلك، ما يتقول على علي. أمثالكم يتقولون على رسول الله وعلى الله، لكن الشريف الرضي ما يتقول على علي، وهو يؤمن أن لا يدخل أحد الجنة إلا من بيده صك من علي، ما يجي يتقول على علي، وهو يؤمن أن عليا قسيم الجنة والنار، ما يتقول على علي. الشريف الرضي يعرف بالشريف، من الأشراف، من الرجال، من العلماء، ما يتقول على علي. غير اللي أكو كتابين أذكركم، طبعا هواية كتب أكو في أسانيد نهج البلاغة، بس هالكتابين، كتاب مصادر نهج البلاغة للسيد عبد الزهراء رحمة الله تعالى عليه، وكتاب أسناد مصادر نهج البلاغة وأسناد نهج البلاغة. هذا الأمر الثاني. الأمر الآخر، التشكيك في أن هذا الكتاب جميل حلو، فيه كلمات حلوة، فيه كلمات جميلة، ومن ثم هذه ما كانت معروفة قبل الإمام علي. نعم، ما كانت معروفة قبل الإمام علي. الإمام علي مبدع، الإمام علي مبدع. تعرفون شنو مشكلتهم مع نهج البلاغة؟ مشكلتين. منهج الإمام علي عندهم مشكلة، مو الإمام علي شخصه، منهجه، والذين خالفوا أيضا خالفوا على منهجه. والله لو كان نهج البلاغة منسوبا إلى معاوية بن أبي سفيان لما شككوا فيه، لو كان منسوبا إلى يزيد ما شككوا فيه. هل شككوا في كلام الخلفاء الذين سبقوا عليا؟ يعني زين واحد يجي يطلع يقول كل كلامهم غلط، يعني علي بن أبي طالب كان أحكم، كان أصم، ولا علي تكلم؟ علي تكلم في حياته أو ما تكلم؟ إذا كان علي قد تكلم، أين كلامه عندكم؟ وين كلامه؟ ولا ما عنده كلام؟ حارب، ناقش، جادل، حكم، ما عنده كلام؟ نهج البلاغة غلط، زين وين كلامه عندكم؟ الكلام الذي ينسب إلى الحجاج لا يشككون فيه، قال الحجاج بن يوسف الثقفي. الكلام الذي ينسب إلى عمر بن سعد لا يشككون فيه، لكن كلام علي مشكوك فيه. ثم هل مجرد الشك يكفي شرعا لرفض الشيء؟ لماذا شكيت في شيء اللي حق أنه أرفض؟ اقطع الشك باليقين، روح اسأل، ما تعرف روح اسأل. أما ترفض ليش؟ إذا كان هذا عذر شرعي،
كل الكفار عندهم عذر شرعي، شكوا في كلامه. الله في سورة ياسين يتكلم عن قصة رسولين أرسلهما من قبل السيد المسيح، جاءوا إلى أنطاكية ثم جماعة شنو جاوبوا النبي؟ قالوا ما أنتم إلا بشرا مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. هل كان هذا كافي وعذر شرعي بالنسبة إليه إذا شكوا؟ فالمشكلة الأولى مع منهج الإمام علي، منهجه في السلم، منهجه في الحرب، منهجه في التغيير، منهجه في النهضة، منهجه في الحياة، خلاف مع منهج الإمام علي، وهذا معروف معروف. الشك الثاني في بعض ما جاء في نهج البلاغة، أما والله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير. يعني سؤال، إذا كان علي يرى نفسه أحق بالخلافة فالكلام الذي نسب إليه كذب؟ كان يرى نفسه بإجماع المسلمين أحق بالخلافة. الجماعة ما استشاروا أهل البيت وما استشاروا عليا حينما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، أهل البيت ما كانوا في سقيفة بني ساعدة، لأن أهل البيت كانوا مشغولين بجنازة رسول الله وتجهيز رسول الله والصلاة على رسول الله، وكان علي يرى نفسه أحق فتكلم بهذا الكلام. شنو الغلط فيه؟ لا، ما يصير، ما يصير الإمام علي يقول هذا الكلام. يقال والراوي حبر الأمة ابن عباس، راوي لهذه الخطبة، والدور الراوي، الدور الأسانيد والمصادر، ابن عباس، من تقولون عنه إنه حبر الأمة روى الخطبة المعروفة بالخطبة الشقشقية. هذا الأمر الثاني، أشكرهم في مكان ثاني. ابن تيمية يشكك بعد مرور قرابة 1000 سنة في نهج البلاغة. ليش العلماء الذين سبقوا ما شككوا؟ ليش فقط أنت اكتشفت هذا الغيب اللي عرفته مرة واحدة، غيرك ما كان يعرفه؟ ثم حينما نتحدث عن نهج البلاغة نتحدث عن بعض خطب الإمام كما ذكرنا سابقا، وإلا الإمام علي هواي عنده خطب، خطب كثيرة، كلمات كثيرة، رسائل كثيرة. ورسائل الإمام علي الذي تبادلها مع معاوية هذه موجودة في كثير من الكتب الأخرى. يعني الخطب الموجودة في نهج البلاغة أولا لها أسانيد، ثانيا هي موجودة في أماكن كثيرة وفي كتب كثيرة. ليش التشكيك في هذا الكتاب؟ لأن التشكيك في علي وفي منهج علي، مو في نهج البلاغة، تشكيك في مكان آخر. هاي وسوسة إبليس، وسوسة الشيطان. يا أخي في كتاب مشكوك فيه، روح أقرأ، روح أقرأ شوف شنو فيه. القرآن في كلام حول عند الآخرين الذين لا يؤمنون برسول الله، والتوراة والإنجيل والكتب الأخرى كلها في هذا التشكيك. مجرد الشك ليس عذرا لكي نسقط الكتاب كله. يا عمي أنت في نظرك هاي الخطبة وذيك الخطبة من نهج البلاغة، ما أعلم، انشر غيره، استند إلى غيره. شو كل الكتاب ملغي عندك؟ ليش الإمام علي قال كيف؟ ليش الإمام علي قال أين؟ هذا الذي ميز عليا، غيره ما كان يعرف، فلأن غيره ما يعرف إذن الإمام علي أيضا ما يعرف. يقول ليش قال كيف الكيف وأين الأين؟ هذا الكلام ما معروف قبل هذا الأمر. مثل واحد مشكك في خطبة الطاووس في مدح الطاووس، يقول هذا الكلام مو للإمام علي. ليش؟ لأنه الطاووس ما كان موجود في الجزيرة العربية. زين والقرآن يتحدث عن حيوانات وعن حشرات وعن كذا، وبعضهم شككوا في القرآن لأن القرآن بعظمته والله خالق الأكوان يتكلم عن بعوضة، هم شككوا في القرآن.
طاووس ما كان موجود، بس علي يعرف صفة الطاووس. زين ما تقبل بهاي الخطبة، ما يخالف الغيها. خطبة الخفاش هم كان في الجزيرة العربية، شو ذاك ما الغيته. خطبة النمل هم الغيته، النمل ما كان موجود في الجزيرة العربية. شوف الطريقة، تشكيك. ماكو عالم مرة واحدة يجي يتهم بالكذب لشخص ذا ينقل حديث، كل كذب. واللطيفة نفسه ما يعرف هذا الكتاب اللي جامع منه، شريف الرضي أو شريف المرتضى، وهما أخوان طبعا. شريف الرضي هذا الشاعر الأديب المعروف الكبير محترم نقيب العلوي، شريف الرضي يقول إما هذا وإما ذا كذا، واللزقة وهي الخطب جابوه من كلام الناس نقلوه نسبوه إلى علي بن أبي طالب. بعدين الإمام علي ما عنده أي كلام، ولذلك ما يستندون إلى أي كلام ثاني للإمام علي. يعني كان الإمام علي أبكم، كان أصب كله بالإشارات، يوم اللي يقود الجيوش بالإشارة ما عنده كلام. ليش كلام الإمام علي موجود بهالكثرة عند الشيعة؟ العتب عليكم مو علينا. ليش الغج علي؟ وألغيتم أهل البيت، كل كتبكم خالية عن روايات أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى كل حال من يشكك أيضا يطلق الأحكام المطلقة، لا يريد الوصول إلى الحقيقة، يريد الإسقاط، ومن ثم يكذب الطرف الذي يأتي بالكلام. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.